ذكرياتنا مع منتخب مصر الحلو منها واللي يقطع القلب كان دايما في مواجهتنا مع الجزائر، كلاسيكو شمال افريقيا اللي هيتجدد في كاس العرب، مصر والجزائر في مجموعه واحده المجموعه الرابعه. اهلا بيكم في حلقه جديده من المحيط الى الخليج. تعرف منتخب مصر حقق لقبه الاخير في كاس العرب امتى؟ سنه 92 بمقصيه حسام حسن في شباك السعوديه. طب تعرف منتخب مصر بعدها شارك بالمنتخب الاول في البطوله كم مره؟ ولا مره. ده يقولك ليه بطوله كاس العرب 2021 مهمه لمنتخب مصر ولكل الجماهير المصريه. صحيح منتخب مصر مش هيبقى فيه محمد صلاح ومحمد النني وعمر مرموش وتريزيجيه والاسماء الكبيره المحترفه في اوروبا، لكن منتخب مصر داخل باقوى تشكيل ممكن، واكيد البطوله مغريه جدا لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر علشان يحقق لقبه الاول مع المنتخبات ولقبه الاول مع منتخب مصر قبل كاس الامم الافريقيه وقبل ماتش مارس الفاصل في تصفيات كاس العالم واللي هيحدد بشكل كبير مستقبله كمدرب للفراعنه. الفراعنه منتخب الساجدين اكيد داخلين بقوه 150% علشان ينصبوا نفسهم ابطال على العرب وتسيطر على الوطن العربي من المحيط الى الخليج. وطبعا المجموعه ما تكتملش اثارتها الا بوجود منتخب الجزائر، وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. كلمات النشيد الوطني الجزائري اللي اتكتب بدماء 1.5 مليون شهيد ومن ألحان العبقري المصري سابق عصره محمد فوزي. في شهر نوفمبر احنا بنحتفل بذكرى جديدة للثورة الجزائرية. زيتوني ومخلوفي وغيرهم من النجوم الجزائريين قرروا يسيبوا النجاح والمجد وراهم في فرنسا وينضموا لجبهة التحرير الجزائرية ويكونوا أول منتخب جزائري علشان يساهموا في استقلال الجزائر. وقتها عباس فرحات أحد زعماء جبهة التحرير الجزائرية قال إن تكوين الفريق ده أكسب الثورة الجزائرية 10 سنوات من العمل. وعلى مدار 3 سنوات طاف المنتخب ده العديد من البلدان، بغداد، بوخارست، بكين، طرابلس، بلغراد، عشان يساهموا في استقلال الجزائر، وبالتبعية نال منتخب الجزائر الاعتراف من فيفا. مستضيف نسخة أول أمم أفريقيا، وصيف نسخة 59 و63 وبطل نسخة 70. تخيل إن المنتخب ده موصلش أمم أفريقيا بعدها غير 4 مرات بس ومعرفش طريقه خالص للمربع الذهبي. بنتكلم عن منتخب السودان. طيب إيه اللي حصل لمنتخب السودان ووصله للمرحلة دي؟ الإجابة يوم الاثنين 24 إبريل سنة 1976، ديربي الهلال والمريخ. وقتها انتهى بفوز أزرق بس المباراة شهدت جدل تحكيمي، وسجل هدف الفوز علي جاجارين. علشان جمهور الهلال يهتف أبوكم مين علي جاجارين. الهتاف ده مشكلته بعيدا عن الألفاظ إنه كان متحرف من هتاف تاني بيمجد الرئيس السوداني جعفر النميري. وطبعا بعده كان في قرار من وزارة الرياضة بتجميد كل المسابقات وتسريح كل اللاعبين والاتجاه للرياضة الجماهيرية. يعني إيه؟ يعني إن الرياضة مكانها البيوت وبس. القرار ده كان بمثابة شهادة وفاة للكرة السودانية ونقطة الختام في عظمة أحد مؤسسي الاتحاد الأفريقي، وطبعا تسبب في ابتعاد منتخب السودان عن كأس الأمم الأفريقية لمدة 32 سنة. ضربة مدوية وقرار كارثي، الكرة السودانية بتدفع ثمنه لحد دلوقتي. فهل حان وقت الاستفاقة؟ المنتخب الأخير في كأس العرب منتخب لبنان، والوضع الرياضي في لبنان غريب شوية. اللعبة الشعبية الأولى في لبنان عكس الدول العربية كلها هي كرة السلة، وبالتالي الاستثمار والتركيز كله منصب على كرة السلة، وده أسهم في إن لبنان تسيطر لفترات طويلة على البطولات الآسيوية في كرة السلة. أما بخصوص كرة القدم فرغم الوضع الصعب اللي بتعيشه لبنان إلا إن دايما النتائج بتبقى فوق المتوقع، ومنتخب لبنان لكرة القدم مش بس بينافس المنتخبات اللي بيلعب ضدها، لأ كمان بينافس منتخب لبنان لكرة السلة. بس منتخب لبنان قدر إن هو يوصل لكأس آسيا 2019 لأول مرة عن طريق التصفيات، ووصل النسخة اللي بعدها ومحقق نتائج كويسة في تصفيات كأس العالم 2022. يبقى معنى كده إن منتخب لبنان لكرة القدم حقق تفوق أخيراً على رجال كرة السلة.